بالنسبه للامتحان جاني شويه صعيب شويه، يعني ما كنتش متوقع الامتحان غيكون بهذه الطريقه هذه، لا ديال الفيزيك ديال البارح ولا ديال اليوم. يعني الصراحه واخا زعما كان عندنا الفرصه فين نراجعوا، ولكن ما كناش غيتوقع يتحط في هذه الصعوبات. صح صعب بزاف. الدراري اللي معايا دابا باقي دابا كامل تما، كاين اللي كيجاوب كاين اللي ما يجاوبش، كاين دابا اللي واقف ما قدر ما يدير. يعني كلشي كيقول صعيب 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 غلط، وخصوصا البارح عاوتاني تواصلت مع شي دراري عاوتاني في هنايا في العريش، يعني او قال لك ديال البي سي عاوتاني هو تحط لهم صعيب. وبصراحه كخصهم يديروا بعين الاعتبار هذا الوباء اللي كاين، وهذه كخصهم يتعاملوا مع التلاميذ. يعني ما كانوا شي حالات ديال الغش، واللي قاري ومراجع ما يحتاج شي نقل، طبعا حاجه باينه. والحمد لله كان امتحان في المتناول يعني، ونتمنوا الخير والنجاح لكل شيء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.